50 الأول تم الاحتفاء داخل بيت الصحافة باليوم الوطني للإعلام بشخصيته وكذلك بدلالاته ورمزيته. واليوم نحاول أن نحتفي بالكلمة المعبرة ونحتفي بالكلمة الدالة في المعجم الصوفي الرفيع، محاورة أدبية شعرية رفيعة بين المشرق والمغرب داخل بيت الصحافة، بين الشاعر المائز والذي ينهال في منجزه من المعين الصوفي الشاعر أحمد الشهاوي، الذي استطاع أن يتبوأ المكانة الرفيعة والمتميزة والاستثنائية في الديوان الشعري العربي المعاصر. وفي الطرف المقابل هناك الشاعر المغربي صلاح بوسريف الحائز على جائزة الشعر للمغرب هذه السنة بتجربة جسورة جريئة في كذلك البوح بمتن شعري صوفي على شاكلة أو صيغة مغربية. الذين يتابعون معنا هذا الموقع الإلكتروني يلاحظون بأن طنجة صارت تعرف زخما من الأنشطة الثقافية المتعددة وأنشطة إعلامية، العديد من الفضاءات يعني المنتشرة هنا في مدينة طنجة صارت يعني تأوي وتحتضن هذه الأنشطة الثقافية، وبالتالي نحن الآن في بيت الصحافة تعودنا أن نلتقي هنا مع مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الإعلامي الفكري الفني، ولكن هذه المرة يؤكد الشعر حضوره هنا بيننا في بيت الصحافة بحضور شاعر له وزنه في ساحة المتن الشعري العربي اللي هو الشاعر أحمد الشهاوي، وكذلك الشاعر له العديد من المؤلفات التي يحاول منها من خلالها يعني أن يقترب إلى إنجاز مشروع شعري فكري يتمثل في معانقة البعد الصوفي في تراثنا العربي وفي أيضا في المتن الشعري المعاصر. أظن في ظل ما نعاني منه في بلداننا العربية من خذلان على المستويات كثيرة في السياسة والاقتصاد ومسائل أخرى تهم الإنسان، فأظن أن الشعر قادر على إنقاذ الإنسان من سقوط يومي متكرر يحدث له على المستوى النفسي والمستوى الروحي. وأتصور أن الشعر أيضا هو قادر ويستطيع أن يتواصل ويكون جسرا حقيقيا بين الشعوب، خصوصا عندما نكون ندين بدين واحد ونعرف لغة واحدة هي العربية، وهي هذه اللغة التي نتخاطب بها بعيدا عن اللهجات أو المحكيات في البلدان العربية. الشعر هو ذلك الجسر الذي يعمق ما نختلف، يعمق الأرواح التي تختلف في طاولات السياسة أو في موائد السياسة، وتجعل الشعوب تتقارب مثل السينما، مثل الغناء، مثل المسرح، مثل الفنون التشكيلية، الفنون البصرية بشكل عام. والشعر في أولها هو مكون أساسي أولا لبنية الروح العربية، فهذا المكون هو لديه كل الأنظمة النفسية والروحية لأن
يكون مؤهلا ليقوم بهذا الدور، هذا الدور الذي فشلت فيه، فشل فيه وزراء الداخلية، فشل فيه وزراء الخارجية، فشل فيه سياسيون على مدار سنوات بعيدة. ولذلك في العالم المتقدم أو العالم المتحضر، ونحن أساسا دول متحضرة ومتقدمة إذا أردنا ذلك، في هذا العالم الآخر الذي نحتذي أو نصب أن نكون مثله، يولون الثقافة ويولون الشعر أهمية كبرى.